أكد المهندس بشير يازجي وزير السياحة خلال افتتاحه لفندق ومنتجع الجولدن بيتش السياحي في اللاذقية أهمية دعم وتحفيز المستثمرين السوريين لإطلاق مثل هذه المنشآت التي تشهد إقبالا متزايدا من قبل أصحاب رؤوس الأموال لتشغيل أموالهم في المشاريع السياحية المتزايدة بشكل متواتر والتي تدل على تعافي الاقتصاد السوري بمختلف المجالات. افتتاح مثل هذه المنشآت وفي بهذه السوية وفي هذا الوقت إعادة إطلاق بعض المشاريع المتوقفة أيضا خلال الفترة الماضية، الإقبال المتزايد للمستثمرين، إعادة إطلاق المشاريع السياحية وبتواتر متزايد، هذا إذا كان بدل فهو الدليل الأقوى على بدء تعافي الحالة الاقتصادية في سوريا بشكل خاص. طبعا نحن مثل ما ناخذ طبعا دوما الحالة الإيجابية، وهي افتتاح مثل هذه المنشآت سوف تؤدي إلى زيادة التنافسية الإيجابية وبالتالي تنعكس على تحقيق خدمة جيدة وأسعار مميزة للمواطنين. هذا المشروع من سنتين لم يكن بهذا المستوى أو أنجز منه 50%. تسارع حالة الأمن هي شجعت المستثمرين، ورأينا في الملتقى السياحي منذ ثلاثة أيام بأن عدد كبير من المستثمرين تواجد للإقلاع بالمشاريع السياحية والجدية في تنفيذ هذه المشاريع. أيضا لا ننسى هذا المشروع على يمينه ويساره يوجد سياحة مجانية سواء للقاطنين في الشاليهات القريبة أو الوافدين من المدينة أو من أي مكان ثاني، حيث يأخذ نفس الامتيازات التي يأخذها النزيد مجانا. وأشار يازجي إلى توجه وزارة السياحة لوضع المنتج السياحي بكافة أشكاله بمتناول جميع المواطنين على اختلاف سوية دخلهم. وخلال جولته على الشاطئ المجاني التابع لفندق الجولدن بيتش، لفت وزير السياحة لوجود تطور في هذه الخدمة التي تتوجه لأبناء الساحل والمستضعفين من باقي المحافظات. إلى جانب انتصارات جيشنا وتحقيقه لإنجازاته الكبيرة، أيضا مؤسساتنا بكافة اختصاصاتها تسير بشكل كبير وفاعل جدا، وما هذا المشروع الاستثماري السياحي الوطني بامتياز إلا إشارة أخرى لبدء إن شاء الله الاحتفال القريب بالنصر الكبير القادم لا محال. الجولدن بيتش عبارة عن أوتيل جميل جدا بمنطقة بمحافظة اللاذقية على شط رملي جميل جدا، بيساع عنا شيء 105 غرف، يعني عنا ب 360 نزيل تقريبا، وكل وسائل الترفيه. بدعي كل العالم يجوا يشوفوا المنشأة الحضارية، وأنا بدعي كل المستثمرين الخارج القطر يرجعوا على القطر ويستثمروا بها القطر. ويقع فندق ومنتجع الجولدن بيتش في المنطقة السياحية شمال مدينة اللاذقية غرب منتجع الشاطئ الأزرق على امتداد 28,500 متر مربع.